مشاهدي طقس العرب في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في نشرة جوية جديدة للحديث عن حالة الطقس المتوقعة خلال 36 ساعة القادمة في المملكة، وتحديدا في القصيم والرياض والتي ستكون في ذروة تأثير الحالة الجوية بمشيئة الله. بالبداية نستعرض صور الأقمار الاصطناعية خلال 24 ساعة السابقة. كما نلاحظ أن السحب الرعدية تكونت بشكل كثيف في المناطق الجنوبية الغربية من البلاد، كذلك انتقلت هذه السحب الرعدية إلى المناطق الوسطى وخاصة القصيم وشمال الرياض، بالإضافة إلى العاصمة نفسها. أيضا تأثرت المناطق الشرقية وسواحل الخليج العربي بهذه السحب الرعدية ساعات فجر يوم الأربعاء. وبالنظر إلى التوقعات في الساعات القادمة بمشيئة الله، نلاحظ أن الفعالية الجوية سوف تشتد وخاصة على المناطق الوسطى من البلاد، وذلك نتيجة التقاء كتلة هوائية باردة قادمة عبر الأراضي العراقية والتقائها مع كتلة هوائية دافئة ورطبة قادمة من الجنوب الغربي. يؤدي هذا الالتقاء إلى حالة من عدم الاستقرار الجوي القوية بمشيئة الله، وتكون كثيف للسحب الرعدية خاصة منطقة القصيم وشمال الرياض، بالإضافة إلى استمرار تطور هذه السحب الرعدية في المرتفعات الجنوبية الغربية، وبالنظر بشكل أدق وأقرب نحو المناطق الوسطى من المملكة، نلاحظ أن هذه السحب الرعدية ستكون كثيفة ومتمركزة على منطقة القصيم وشمال الرياض. هذه السحب الرعدية ستكون مترافقة مع العواصف الرعدية وتساقط الغزير للأمطار، كذلك زخات البرد، مما تؤدي إلى تشكل السيول في بعض المناطق، بالإضافة إلى توقع تؤثر العاصمة الرياض في ساعات ليلة يوم غدا الخميس بمشيئة الله بهذه السحب الرعدية الكثيفة، تؤدي إلى تساقط غزير للأمطار وربما تشكل السيول في بعض المناطق وفي بعض أنحاء أحياء العاصمة بمشيئة الله. وأيضا يستمر تطور هذه السحب الرعدية في المنطقة الشرقية وسواحل الخليج العربي، بالإضافة لهذه الأمطار الرعدية الغزيرة يتوقع أن تتطور عواصف رملية قد تكون قوية وتؤدي إلى انخفاض حاد وكبير في مدى الرؤية الأفقية، وخاصة على العاصمة الرياض وشمال منطقة الرياض والقصيم. هذه العواصف الرملية تؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية في المناطق المفتوحة والمكشوفة خاصة، وفي الطرق التي تصل بين الرياض والقصيم. وبالنظر إلى التحذيرات خاصة من هذه الحالة الجوية وخاصة في وسط البلاد، نحذركم من تشكل السيول خاصة في المناطق المنخفضة ومجاري الأودية والشعاب، كذلك من تشكل العواصف الرملية القوية التي تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية. أيضا نحذركم من شدة العواصف الرعدية وخطر تشكل وخطر حدوث الصواعق خاصة قرب أبراج الاتصالات ومحولات الكهرباء، كذلك قرب الأشجار الطويلة. وبالنهاية كونوا دوما على معرفة مستمرة بحالة الطقس أولا بأول عبر تحميلكم لتطبيق طقس العرب الخاص بالهواتف الذكية، وللمزيد دائما زوروا موقعنا الإلكتروني arabiaweather.com إلى جانب صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب. جعلها الله أمطارا خيرا وبركة. كان معكم المتنبئ الجوي حسن عبد الله من موقع طقس العرب. إلى اللقاء.